السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت عايز تبين الجدول الزمني في البرزنتيشن بتاعك ففي حاجة اسمها أوفيس تايم لاين بلس تقدر تسطبها. هتيجي هنا تقول له نيو تايم لاين وتختار الشكل اللي أنت عايزه الستايل اللي أنت عايزه، تقول له مثلا يوز تمبليت يجي بقى بالشكل دوت. تقول له إيه أنا عايز أضيف تاسك، وهتبدأ بقى تقول له مثلا أنا مثلا الشركات اللي أنت كنت شغال فيها مثلا، كل واحدة بقى تحدد التاريخ بتاعتك وليكن مثلا طبعا هتبقى بسنين يعني. وهنا مثلا تقول له أنا عايز دي من فترة كذا لفترة كذا، هنا مثلا دي ده بيقول لك أنت قاعد فيها كام يوم، فتقدر تقول له مثلا ده أنا قعدت هنا مثلا 100 يوم وهنا مثلا 200 يوم. تمام، تقدر تحذف في اللي أنت عايزه، تقدر تغير في التاريخ تقول له كرييت فهيبدأ يعمل لك الجدول الزمني بالشكل دوت. تقدر في أي لحظة تعمل سيلكت وتقول له الإيديت داتا وتعدل وتضيف زي ما أنت عايز.